بالحديث اذا مشاهدين عن استحواذ على املاك اللاجئين السوريين بالخارج معنا من اسطنبول عبر سكايب الصحفي في الوحده السوريه للصحافه الاستقصائيه سراج احمد عبيد. مرحبا بك يا احمد اذا كيف يجري هذا الاستيلاء على املاك اللاجئين السوريين وكيف تنتقل هذه الملكيه ملكيه العقارات من دون حضورهم ايضا على اي اساس بنيتم تحقيقكم الاستقصائي؟ نعم تفضل احمد مساء الخير اهلا وسهلا يعني عمليه الاستيلاء على ممتلكات المهجرين واللاجئين تحت العنوان العريض تندرج تحت عمليات التزوير لكن التفاصيل والعمليات التلاعب بالاوراق الثبوتيه هي مدرجه كمان تحت اسم التزوير وفيها التفاصيل يعني تنوعت عمليات نقل الملكيات بين تزوير لعقود البيع وبين تزوير وكالات غير قابله للعزل وتزوير وكالات شرعيه وغيرها من هي التفاصيل بناء التحقيق كان عن طريق التواصل مع ضحايا يعني تواصلنا مع عشرات الضحايا قدرنا نثبت منهم او نتحقق من ثبوتيات عدد من هدول الضحايا اللي كانوا هم شهود ضمن التحقيق يعني حتى عمليه التحقق من المعلومات هي عمليه شائكه يعني رجعنا مثلا ببعض الحالات استخرجنا الوثائق من بعض المحاكم في وثائق موجوده مع اصحاب هي الممتلكات المسلوبه او المسروقه بعد التحقق منها من قبل يعني فريق التحقيق وفريق قانوني وغير تم التوثيق فعليا من عمليات هي في بعض الحالات كانت عمليات البيع وهي المنتشره بشكل اكبر بسوريا هي عن طريق تزوير عقود بيع بحضور شهود معينين بيتم رفع دعاوى قضائيه وبيعجز الضحيه او صاحب العقار من مواجهه المحكمه يعني غالبا بتكون هي العمليات لاشخاص بالاساس إنه معارضين للنظام واشخاص مطلوبين امنيا فبيعجزوا عن توكيل محامي دفاع عنه يعني بيتم الدعوه لأ او يعني توجيه تبليغ لحضور جلسات المحكمه وبيعجز عن وجود محامي عنه يعني المحامين اولا في مخاوف من استلام قضايا تتعلق باشخاص مطلوبين امنيا وثانيا هن الاشخاص اللي اساسا مدعين والشهود بهي العقود هن المعضله بالنسبه للمحامين يعني معظم عمليات السرقه او كل عمليات السرقة بتكون لشخصيات عسكرية أو شخصيات عناصر وقياديين ضمن ميليشيات محلية بـ مناطق مختلفة، فمحامي صعب انه يقدر يواجه هي الناس ببلد مثل سوريا وبواقع يعني مثل اللي عم يعيشوا اهلنا بسوريا اليوم. <applause> يعني وفق هذا التحقيق الاستقصائي احمد الذي عملتم عليه، هل شمل الاستيلاء على ملكيات اللاجئين في دمشق وريفها ام تعداه الى الى مناطق ومدن اخرى حتى الان؟ الموضوع جدا شائك يعني اكيد منتشر بكل المحافظات السوريه لكن نحن يعني اخترنا منطقه نقدر فعلا نتحقق من هي الوثائق وتكون هي التغطيه الاولى للموضوع لكن ك... كانتشار عمليات التزوير وسلب الممتلكات هي منتشره بسوريا ب... ب... بشكل عام وخاصه بمناطق الصراع يعني بالمناطق اللي شهدت دمار واسع بمناطق المشاع مثل ما تسمى عقاريا يعني عقارات كبيره كل شخص في له اسهم او جزء من هي العقارات عمليات السلب فيها هي عمليات اسهل بالنسبه للعاملين ضمن شبكات التزوير لكن عمليه اثباتها هي كمان مساله وقت طويل ومساله جهد يعني ممكن مع الوقت اكيد بتصدر تحقيقات تانية بتتطرق لهذا الموضوع لكن حاليا نحن اللي اخترنا هي المنطقه ل قدرنا نثبت صحة الأدلة والوثائق الموجودة ما كعمليات هي منتشرة بكل المحافظات السورية بدون استثناء يعني برايكم ما الاهداف وراء عمليات هذه السطو والاستيلاء على املاك المواطنين السوريين؟ يعني هل تندرج في اقتصاد الحرب الذي عملت عليه مثلا الفرقه الرابعه وبعض الميليشيات الايرانيه او العراقيه المواليه لايران ايضا في الداخل السوري؟ ام ان لها بحسب متابعتكم ابعادا اخرى؟ يعني بالوقت الحالي هي اكيد تندرج تحت اقتصاد الحرب، يعني هي عمليه تعفيش لصالح شخصيات نافذه لانه النظام نفسه صادر بيوت ووضع اشارات على بيوت وعقارات لصالح افرع امنيه، يعني سبق وانتشر تقارير عن هذا الموضوع مثلا حجز منازل لصالح فرع المنطقه، حجز منازل لصالح الفرع الفلاني، لكن هون العمليه حاليا عم صالح شخصيات بحد ذاتها مو لصالح النظام ككل شخصيات نافذه بهذا النظام فهون الموضوع هو عمليه اكيد تندرج تحت انتهاكات ومراء الحرب مثل ما من يعني مثلاً في العراق ما حصل ليس فقط بهذا الجانب الاقتصادي انما عمليه تغيير سكاني ديمغرافي احلال يعني طائفه محل طائفه وما الى ذلك. بالتاكيد نعم. بالتاكيد اليوم نحن قدام عمليات سرقه في تعدد ملكيات عم تنتقل الملكية من مالك لمالك لمالك بالنهايه سكان هي المناطق وهي المنازل هن خارج البلد يعني وقت اللي اليوم عم تصير عمليات البيع اكيد في اشخاص جداد عم يفوتوا في طوائف جديده عم تفوت في يعني ناس من بلدان ثانيه يعني مثل مثلا مدينه قدسيه صار فيها اكثر من 100 عائله لا عوائل عناصر ميليشيات شيعية موجودين ضمن منطقة السيدة زينب ومحيطة فممكن مع الوقت يتم أو بالتأكيد يعني مع الوقت لح يتم إسكانهم هن بهي المناطق فهي عملية تغيير ديموغرافي مستقبلية لكن بالوقت الحالي هي عملية سرقة ما بدأت التغييرات الواضحة فيها أيضا ما أهمية هذا التحقيق إذا بالنسبة للمهاجرين وحتى غير المهاجرين ممن سطي على ممتلكاتهم كيف يمكن هل من سبيل الحفاظ عليها كيف يمكن تفعيل هذا التحقيق الاستقصائي لإرجاع الحقوق إلى أهلها يعني مستقبلا نعم يعني بالدرجة الأولى التحقيق هو تسليط ضوء ل هي الظاهرة النظام اعترف فيها كظاهرة بسوريا بعد تسليط ضوء أكيد في الأشخاص أصحاب الممتلكات رح يكونوا على اطلاع على هي القضية رح يصير في متابعات لعقاراتهم موجودة في نسبة كبيرة من الناس ما بتعرف مصير عقارات يعني في أشخاص بالصدفة عرفوا أنه عقاراتهم انسرقت وفي أشخاص بالتأكيد انسرقت عقاراتهم ضمن عمليات تزوير واليوم هنا ما عندهم علم بهذا الموضوع ثانيا يعني هذا التحقيق هو عبارة عن وثيقة مستقبلية لأي عملية يعني رد للممتلكات ومتابعات لهيئة القضايا أكيد راح يكون هو وثيقة أولية بالنسبة ل يعني الاجراءات اللي ممكن اتباعها للاسف يعني بلد مثل سوريا اليوم ما في اجراء قضائي يقدر الشخص يحمي فيه ممتلكاته لكن يعني قدر الامكان بيقدر الواحد يضل على متابعة على وضع الممتلكات بيضل على متابعة على السجلات العقارية لعقاراته يحتفظ بالوثائق والسندات وغيرها من وثائق الملكية نعم يعني وفق هذا التحقيق إذا ما أهمية العدالة الانتقالية في, في سوريا هل هناك ضمانات أو, أو رسائل أخرى أيضا لاستعادة هذه الأملاك؟ يعني للاسف ضمانات وضع سوريا اليوم لسه بوضع حرب يعني ما وصلنا لمرحله الضمانات لكن العداله الانتقاليه بحد ذاتها هي يعني عمليه قائمه على المحاكمات و متابعات القضائيه اليوم نحن بوضع مثل سوريا اكيد نحكي عن عداله انتقاليه قائمه على مبدا العقاب او هي العداله الجزائيه اذا بدنا نحكيها بشكل اوضح اكيد ما راح تكون هي عداله تصالحيه او قائمه على المسامحه قضيه سلب العقارات هي يعني جرائم اقتصاديه تدرج ضمن الجرائم اللي ارتكبها النظام بال12 سنه اللي مضوا فبالتاكيد يعني اي عمليه للعداله الانتقاليه او اي عمليه مستقبليه للملاحقه المفروض تكون هي الجرائم وحده من ضمن الجرائم المثبته ضد النظام لازم يكون في لجنه مختصه بموضوع رد الممتلكات وموضوع اثبات الحقوق والملكيات وغيرها يعني اي عمليه تدرج تحت العداله الانتقاليه بالبداية او بالدرجه الاولى بده يكون في تعويض للضحايا يعني هي قائمه اصلا على مبدا المحاسبه وتعويض الضحايا فبدون لجان مختصه بهذا الموضوع ومتابعه اصلا للملكيات ومصير الملكيات اليوم بسوريا ما راح يكون في اي تعويض للضحايا بالتالي ما راح تكون اسمها عداله انتقاليه إذا السيد أحمد عبيد الصحفي في الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراد شكرا جزيلا لك <applause>